هذا خطاب لم نسمعه من قبل من رؤساء حكومات أو وزراء سابقين، ولا نسمعه من رؤساء دول ديمقراطية تحترم نفسها. الأكثر من هذا أن الحركة النسائية والجمعيات النسائية هي تدافع عن مصالح النساء في المساواة، في الكرامة، في التعليم، في الحق في الصحة، في الحق في التمدوس، في الحق في التمثيلية السياسية، في جميع الحقوق التي هي موجودة دستوريا. ويمكن فقط لعشرات الجمعيات ممثلة في عشرات نساء أن تنادي وتطالب الحكومة باحترام الدستور، التزاماتها الدستورية والتزاماتها الدولية، ويمكن أن تستنكر العنف ضد النساء وقتل النساء وعدم تحرك الحكومة، ويمكن أن تستنكر عدم تمدوس دي الفتيات اللي الآن من 10 سنين فيما فوق يشكلن أكثر من 50%. أتحدث كذلك عن العزلة التي تعيشها النساء في البوادي، أتحدث كذلك على 1,600,000 أسرة تعيلها النساء وهي توجد في حالة صعبة. إذن من المفروض على الجمعيات النسائية وعلى الحركة النسائية أن تندد وأن تحتج، وليس مفروض فيها أن تحشد، لأن الحشد يتطلب القطع، ونحن لا نتوجه للقطع لنحملهم في الكيران باش يمكن لنا الحشدوهم. رئيس الحكومة له مسؤولية تنفيذ مقتضيات الدستور، له أن ينسى أنه رئيس حزب محافظ، له أن يتذكر أن حتى حزبه صوت على ذلك الدستور، وعليه أن يتذكر أن المجتمع المدني له دور في ذلك الدستور في المشاركة ومتابعة السياسات الحكومية. ومن العيب والعار أن يتحدث بتلك اللغة التي تستهين بذكاء المغاربة ويتحدث عن الحشد. فحتى الفاشية حشدت فيما قبل وكانت نهايتها في مزبلة التاريخ.